السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة هدى كراجي من الجامعة الأردنية في مادة معالجة الصور الرقمية. اليوم محاضرتنا رح نحكي عن أحد الـ Piecewise Linear Transformation Function اللي هو الـ Intensity Level Slicing and Bitter Plane Slicing. فخلينا نبدأ في البداية عن أول نوع اللي هو الـ Intensity Level Slicing أو مسمى الـ Gray Level Slicing. من اسمه هو عبارة عن slicing للإيمج بناء على الـ gray levels. فطبعا كيف هذا الاشي؟ انه الصورة هي تتكون عبارة عن ايش؟ عن pixels. كل pixel هي عبارة عن ايش؟ coordinate and gray values. هلا بالنسبة للـ gray values اللي هي content تبعت الإيمج. الـ gray values اللي هي الأوبجكتس والمحتويات الصورة. فأنا إذا أنا في interested في أوبجكت معين في area معينة في الصورة، فبإمكاني أعملها highlight بناء على the gray values، لأنه مثلا هذا الأوبجكت ممكن يتراوح برينج معين من the gray levels، فممكن يكون مثلا من 50 لمثلا 70، من 50 لمية. فهذا الرينج بكون هو الأوبجكت اللي أنا interested فيه، فأنا بروح بعمل له هايلايت بلون معين، والباك جراوند ممكن اخليها زي ما هي او ممكن اعملها سبريس لبلون تاني. فمعناته هايلايتنج سبيسيفيك رينج اوف انتنسيتيز ان ان ايمج هو بنسميه انتنسيتي ليفل سلايسنج او الجري ليفل سلايسنج. هون بناء على الجري فاليوز اللي بتتكون منها الصوره، انا عملت هايلايت لرينج معين وعملت سبريس او خليت الرينج التاني زي ما هو. ففي عندنا تو ابروتشز كنت احكي، او لانه هلا الابروتش الاول بينتج عندي صوره فيها تو كلر، بينتج يعني او هي على الاغلب بتكون باينري ايمج، ممكن ابيض واسود، ممكن اي تو كلر ثانيين. هلا هون شو بكون؟ انت عندك الايمج بتكون عباره عن تو عباره عن ايش؟ الجري ليفلز فروم 0 تو ال ماينس 1. فانت هون الانترستد رينج، الانترستد رينج في جري ليفلز بيكون من فروم اي تو بي، زي قبل شوي حكينا مثلا من 50 ل 100، فممكن تكون اي رينج من بتوين اللي هم فروم 0 تو ال ماينس 1. فانت بتختار عن هذا الرينج اي تو بي اللي هو في انترستد، بتكون انت الاوبجكتس اللي انت بدك اياها بتعملها هايلايت، فبتروح تحطها بكلر معين. عاده الكلر هذا ممكن نحطه وايت. هلا الباقي الارياز اللي احنا ما بدنا اياها ومش كتير مهتمين فيها ممكن نعملها سبريس بلون تاني اللي هو ممكن بلاك. فممكن نعمل هون display in one value white all the values in the range of interest and another بنخليهم في البلاك اللي هو all other intensities. فهون ممكن على الاغلب دايما بتكون binary image او بتكون اي two colors. هذا approach one. طبعا approach one في كمان منه another version، ممكن انه انا لا اخلي area of interest dark خليها black، والباقي عنا الاريا اللي هي باقي الارياز بخليها باللون الوايت. فانت ممكن تختار اي واحدة من هدول الكيسز. ممكن هاي الكيس من approach 1 وممكن هاي الكيس بapproach 1. فانا الاريا of interest ممكن اخليها black والباقي اخليه white، او اخلي الاريا of interest white والباقي black. هلا approach 2 هون شو بيعمل؟ هذا الكيرف اللي هو دائما هيك بيكون، هذا اللي هو بيكون بيعطيني نفس الفاليو في الانبوت والاوتبوت ايمج، هذا بيكون عباره عن ايش؟ اللي هو الايدنتيتي اللي هي الصوره زي ما هي، ما صار عليها اي تشينج. لكن انا هون لاحظت الصوره ضلت زي ما هي بكل الارياز ما عدا هذا الرينج اللي هو من A to B. شو عملنا فيه؟ اللي هو الاريا اوف انترست عملنا له هايلايت. فمعناته الاريا اوف انترست ممكن انت تعملها هايلايت بلون الابيض مثلا، والباقي كلياته تخليه زي ما هو. فبحكي لي ممكن تعمل برايتنز او داركنز، يعني مش ضروري بس باللون الابيض، ممكن اذا الصوره فاتحه ممكن تخلي الاري اوف انترست باللون البلاك الغامق والباقي تخليه زي ما هو. فبرايتن او داركنز ذا ديزايرد رينج اوف انتنسيتيز بات ليفز اول اذر انتنسيتي ليفل ان ذا ايمج انشينجد. يعني هنا بمعنى تاني ات بريزيرفز ذا باك جراوند، يعني هون بنحافظ على الباك جراوند بس الاري اوف انترست هي اللي بنعملها هايلايت. كمان في انذر كيس من الابروتش 2 اللي هي الكيس اللي حكينا عنها، هيها اللي عملنا هايلايت للاريا اوف انترست وخلينا الباك جراوند زي ما هي، او العكس اللي شو بنعمل؟ بنخلي الاري اوف انترست زي ما هي والباقي بعمله سبريس اما باللون الابيض او باللون الاسود، اللي زي هذا الاكزامبل اللي عندي بهاي الصوره. هنا في عندنا الاري اوف انترست اللي هو هذا الشريان الكبير اللي هو عندي. فانت اذا بدك الاري هاي تضلها زي ما هي والباقي تعمله سبريس باللون الاسود، فانت هي اللي هو هذا الصوره. هاي الصوره شو عملنا لها؟ هي طبعا هي هذا الابروتش، انه خلينا الاري اوف انترست زي ما هي، ما لعبنا بالوانها، خليناها جراي والباقي عملنا له باللون الاسود.
اما بالنسبه لهذا الابروتش اللي هو هذا ابروتش مين، هذا ابروتش 1 اللي هو الاريا اوف انترست خليناها باللون الابيض والباقي عملناها سبريس باللون الاسود. دي باينري ايمج اعطاني. اوكي طبعا هذا الماتلاب كود انه هون بحكي لك دخل الرينج اللي انت انترستد فيه اللي هو A to B او هون سموها T1 ل T2 lowest threshold والهايست threshold اللي هم القيمتين اللي راح يكون الاريا اوف انترست بتتراوح بيناتهم، وبنمشي عليهم بكسل بكسل. واذا كانت جوا هذا الرينج فاحنا راح نعمل تو ايمجز، الايمج الاولى اللي هي هاي اللي هي راح نخلي الاريا اوف انترست زي ما هي، خلينا اي حطينا قيمة I بJ، J للنيو إيمج وI اللي هي الصورة الأصلية. أما الصورة الثانية K هذه اللي هي حكينا صورة الأريا في إنترست حلقناها باللون الأبيض والباقي عملناه باللون الأسود. فهذا بالنسبة للسلايسينج. هنا عنا الانتنسيتي ليفل سلايسينج بالماتلاب. اذا حدا حابب يشتغل بالماتلاب اللي هو نفس هذا الكود بس يعني هون مره ثانيه بنرجع نعيد عليه، بحكي لي هون خلي الصوره، هذا عندنا اكزامبل apply intensity slicing in matlab to read cameraman image if the pixel intensity in the old image is between 100 to 150 converted to the new image into 255 اللي هو الوايت otherwise converted to black. فهنا approach 1 عندنا مثال على approach 1 اللي هو رح تنتج عندي باينري ايمج. وطبعا هون انت بتقرا الصوره بدك تعمل كوبي من الايمج تحطها في واي عشان انه نحافظ على الاوريجينال ايمج. في فانكشن بالماتلاب اسمه سايز بيعطيني الدايمنشن للايمج عدد الروز وعدد الكولمز. بالفور لوب بنمشي على الروز نحكي له فور اي فروم 1 تو دبليو وجي فروم 1 تو اتش اللي هم الدايمنشنز. بعدين بنعمل اف ستيتمنت بنحكي له اذا كانت بالرينج اللي هو اف انترست اللي هو 100 تو 150 خلي لي اياها باللون الابيض ايلس عمل لي اياها باللون الاسود. وهيك بنعمل اند للاف واند للفور واند للفور الخارجيه وبنعرض الصورتين الاوريجينال والسلايسد ايمج. هاي عنا الاوتبوت ايمج اللي ما نفذنا هذا الكود، هاي الاوتبوت عنا هاي الباينري ايمج اللي هي اسود وابيض. في عنا هون كمان another اللي هي بالابروتش الثاني انه بحكي لي هلا اذا كانت بالرينج هاد حولها لابيض otherwise leave it same. فهون بس نفس الكود بس رح نغير انه في حالة الالس ما تحط ليها اسود خلي ليها same نفس الاكس نفس الاوريجينال. حتى لو حذفنا الالس بارت كلياته بصير، ليش؟ لانه اصلا اوريدي عاملين احنا كوبي بالايمج اكس حاطيناها في واي، بس انه نغير الاريا اوف انترست ونخلي الباقي زي ما هو. هذا الاكزامبل شوفوا هنا في عنا جراي، شوفين هذا البلاك عنا او الاريا اللي هي اوتسايد دارك ارياز ضلت زي ما هي اللون الجراي دارك جراي. في الباك جراوند في بعض الاشياء ضلت جراي لكن هي الاريا اوف انترست احنا قصدنا الباك جراوند. الباك جراوند الاماكن اللي فيها ميد جراي اللي هو من 100 ل 150 هذا ميد جراي تقريبا حواليها، فخليناهم باللون الابيض. هذا نيوميريكال اكزامبل وانا بحكي لي اذا كانت عنا الانتنسيتي بين الخمسين والمية حول لي اياها لابيض otherwise preserve the background. فهي هون وين بدنا نمشي عليهم واحدة واحدة ونشوف مين هي اللي ضمن هذا الرينج. اللي ضمن الرينج طلعت الاريا اللي بالنص هذا المربع فبنحولناها لابيض والباقي حافظنا عليه وخليناه نفس ما هو. بينما الابروتش الثاني اللي هي بيد مطلوب الثاني لا هون انه يا ابيض يا اسود، فاحنا الاريا اوف انترست اللي هم هدول خليناها باللون الابيض والباقي خليناه باللون الاسود. فهاي عنا سلايسنج بسميه intensity level slicing او gray level slicing، انه range معين من intensities او gray levels بعمل له highlight بلونه الباقي، يعني زي threshholding بس يعني different approaches different techniques. هلا في عنا نوع تاني من slicing اللي هو اسمه bit plane slicing. هنا slicing بدل ما نعملها على gray levels هون رح نعملها على البيتس اللي بكل بكسل من اللي في الصورة. فانا عندي هون طبعا انه اتذكر انه كل بكسل في الصوره كل بكسل هي تتكون من 8 بيتس. فانا لو عملت سلايسنج بحيث انه اخلي كل ايمج تتكون بس من 1 بت من هاي الصوره الاصليه فهيك رح ينتج عندي بالنهايه 8 صور فيها كل واحدة معلومات مختلفة عن الثانية. طب ليش بنعمل هذا الاشي؟ يعني هون انت لاحظ الصورة الواحدة قسمناها ل 8 بلينز كل واحدة بتحمل معلومات البت تبعتها. هاي بتحمل معلومات البت الاولى هي احنا بنسمي البت الاولى least significant لانه لو غيرت في قيمتها مش كتير بتغير الرقم، لكن مين البت المهم اللي هي اخر واحدة هاي اللي غيرنا قيمتها بتتغير الرقم كتير.
فمعناته البت الأولى، البت بلين الأول هاي بتحمل عنا المعلومات البت الأولى، البت بلين الثاني هذا بيحمل معلومات البت الثاني، وزي كل واحد بيحمل معلومات ثانية. طب ليش هذا بحكي؟ عشان نكتشف مين هي البتس المهمة في الإيمج واللي بتحمل معلومات أكتر شيء الفيجوال كونتنت للإيمج. فليش؟ طبعا في إلو أبليكيشنز، مثلا هاي اكزامبل، هلا رح نحكي عن الابلكيشنز. هذا اكزامبل 8 بت ايمج، اجينا عملنا لها سلايسنج حسب البيتس فطلعت عنا بالنهايه 8 ايمجز. لاحظ عنا كل وحده من الايمج تحمل معلومات مختلفه عن الثانيه، بس مين الاكثر شيء بيحمل معلومات؟ اللي هم الهاير بت، الهاير اوردر بيتس، اللي هم البيت الثامنه، اذا طبعا رقمناهم من 8 ل 1، البيت الثامنه والسابعه والسادسه والخامسه، هدول اكثر نا اكثر سوري اكثر صور بيحملوا او اكثر بيتس بيحملوا معلومات عن الصوره. فالهاير اوردر بيتس كونتين ذا ماجوريتي اوف ذا فيجوالي سيجنيفيكانت داتا، هم اكثر معلومات مهمه في الصوره. بينما البيتس اللي تحت اللور بيتس اللي هم الاربعة وثلاثة واثنين وواحد، هدول بيحملوا الديتيلز اللي هم خفيفه جدا في الصوره، اللي ما بتاثروا اصلا في الصوره، يعني الديتيلز ملهاش يعني اهميه للسيجنيفيكانت. طيب ليش الابلكيشنز اللي هون؟ في عنا مثلا نحكي لي نكتشف أهمية البت. أول شيء لما عملت أنت هذا التحليل تعرف حالك إنك أنت هاي البت لو غيرنا فيها إنه رح تخرب الصورة، بينما هاي إذا غيرنا فيها مش كتير رح تخرب الصورة. فإيش بنستفيد منها؟ بالووتر ماركينج، يعني الووتر ماركينج اللي هو ديجيتال ميديا اللي هي هلا صارت كلها متوفرة، كل يعني كل حياتنا هلا صارت تتحول لديجيتال لايبراريز هلا، وكلياتها صارت ديجيتال كونتنت الميديا تبعتنا، سواء الأوديو الفيديو الصور. فإحنا عشان نضمن إن الصورة هاي الأصلية تبعتنا عشان الكوبي رايت تبعنا، إنه ما حدا ياخذ الصورة أو الفيديو أو الأوديو اللي إحنا عملناه، فأنت ممكن تخبي داخل هذا الفيديو أو الأوديو أو الإيمج سيجنتشر. هذا السيجنتشر ممكن يكون عن طريق صورة صغيرة، عن طريق تكست، عن طريق أي شيء ممكن تخبي داخل الصورة. بس أنت لما بدك تخبي داخل الصورة بدك إنه الصورة ما تخرب. طيب شو الطريقة اللي أخبي فيه صورة ما تخرب، غير عليها وما تخرب؟ يعني أنا بدي أخبي داخل صورة صغيرة وما بدي إياها تخرب، فيس بصير. كيف؟ إنه لما أخبي الصورة أحللها، الصورة اللي هي السيجنتشر الصغيرة بقسمها لبيتس وبخبي هاي البيتس، مش إنه كلهم بخبيهم في بيكسل واحدة، أكيد لا، رح أوزع هاي البيتس تبعت اللوجو أو السيجنتشر، رح أوزعه على راندوملي على أماكن أو في مكان معين أنت بتحدده، الدياجونال مثلا أو أي مكان في الصورة، في اللي سيجنيفيكانت بيت اللي هم هاي لو غيرت عليها انت البت، يعني انت عندك لو بيكسل جيت على البت الاولى وغيرت عليها، رح تغير بدل 0 1، شو رح يصير القيمة؟ بدل مثلا تكون 60 بتصير 61. فهل انه 60 و61 من ضمن 256 لون هل رح تفرق عندك فيجوالي الكالر؟ اكيد لا، 70 و60 ما بيفرقوا، فكيف 60 و61؟ فانت نفس الشيء، اذا عندك انت اللي سيجنيفيكانت بيت لما تغيرها فانت هون ما رح يتغير الرقم كتير، فاللون هو رح يضله كتير قريب منه. فعشان هيك انت لو بدك تخبي السيجنتشر بتخبيه في اللي سيجنيفيكانت بيت. ففي واحدة من التكنيك في الووتر مارك اسمها لي سيجنيفيكانت بيت، ليش؟ لانه بخبوه عادة السيجنتشر في اللي سيجنيفيكانت بيت. بس هون انت بصفي وين بدك تخبي باي بيكسلز، اكيد رح تكون هو يعني بمكان معين في الصورة انت بتحدده. فهذا الحكي اللي حكيناه انه احنا بحكي لك الصورة بتتكون من عنا 8 بت كل بيكسل، فبحكي لك تخيل لو عملنا 8 images كل واحدة 1 بت بلين، فالبت بلين أو البلين 0 contains all the lowest order bits and plane 7 contains the high order bit. هلا الهاير اوردر بت بحكي لها هدول هم سبيشالي توب 4، هدول كونتين ذا ماجوريتي اوف فيجوال سيجنيفيكانت داتا، بينما الاذر بت بلينز هدول بيحتوي على سبتل ديتيلز ان ذا ايمج. فبكده شو أهمية هذا الإشي؟ حكينا it's useful for analyzing the relative importance played by each bit in the image. فتقدر بهاي الحالة تساعدنا في determining the adequacy عنا the adequacy for number of bits used to quantize each pixel. Also this is type for a good أو it's useful for image compression. كيف يعني image compression؟ اللي هو هلا رح نشوف فيه example رح ورجينا انه ممكن احنا نختصر نص الصورة، حجم الصورة، بانه ونقلل حجمها في انه نعمل delete للداتا اللي هي not useful او اللي هي ما بتحمل information. فشوف هاي في عنا الصورة الاصلية وقسموها لل 8، عنا
قسموها لل 8 بت بلينز. فهاي البت بلين 1 2 3 4 لحديت ما وصلنا ل 8. لاحظ مين بتحتوي على اكثر انفورميشن، اللي هو البت بلين اللي هو الثامنه والسابعه والسادسه والخامسه، هذول اكثر شيء بيحتوي معلومات. فقالوا خلينا نجرب نعمل ريكونستراكت، نعمل ريكونستراكت للصوره الثامنه مع السابعه، يعني نرجع الصوره ناخذ بس البت الثامنه والسابعه بنعمل منها ايمج ونشوف شو كيف بيكون شكل الصوره. فاجوا هون عملوا ريكونستراكت للصوره باستخدام البت بلين 8 و7 هاي. فلاحظوا انه ما بتشبه، يعني بتشبه الصوره الاصليه بس مش انه مش قريب كتير. فحكوا خلينا طيب نروح نرجع نجيب كمان البت السادسه ونحط هلا هاي بصير 6 و7 و8. فلاحظوا في عندنا فولس كونتورينج بهاي الارياز، فحكوا خلينا كمان نجيب طب البت الاخير البت الخامسه. لما ضافوا البت الخامس البت الخامسه فلاحظ الصوره كتير كانت تشبه الصوره الاوريجينال ايمج. ف بهاي الحالة انه اكتشفوا هم التوب فور توب هيربت، عن هدول هم بيحتوا على الموست سيجنيفيكانت داتا، وممكن يعمل يستخدموا الايمج كومبريشن بهذا الاسلوب انه يعمل ديليشن للاذر هدول اللور بيت بلين. فهيك بكون اختصروا من حجم الصورة كتير وضلت الصورة عنا كتير تشبه الاصلية. طيب كيف يعني هذا اكزامبل نورجي كيف نعمل 8 بلينز. كنا نفترض على نشتغل بكسل واحدة، وهذا الحكي بتشتغلوا على باقي البكسلز اللي بالصورة. البكسل الأولى هاي 100 بالديسيمال، جينا حولناها للباينري ريبريزنتيشن اللي هم 8 بت لل 100. فلما تيجي عنا بدك توزع هلا كل واحدة منهم، هلا هم 8 بت بس مش كلهم ما بيحتوى على نفس المعلومات اللي هون، بيحتوى بس هاي معلومات البت الأولى هاي بت الثانية. طب كيف بدي أوزعهم؟ بتيجي بتحكي البت الأولى هون شو قيمتها، 0 ولا 1؟ بتحكي 0، فبتيجي تحط في البت الأولى هون 0. هلا طبعا هم كلهم صفرناهم، بعدين بنبلش نعملهم سيتنجز. هلا بتحكي البت الثانيه قديش قيمتها، 0، فبتيجي بتحط في البت الثانيه هون 0. فانت بتعمل بت جيت بتاخذ هون البت شو قيمتها، هون 1 في البت الثالثه، فبتروح بالبت الثالثه هون تحط 1، فبتعمل بت جيت بعدين بت سيت. ليش عشان بحكي لك هيك؟ لانه هلا في عنا ماتلاب كود انه في راح يستخدم تو فانكشن، واحد بيعمل بت جيت واحد بت سيت. فالبت جيت بتاخد القيمة البت اللي في المكان معين وترجع بتحطها بنفس المكان في الايمج الجديدة. فبناخد هون قيمتها 1 وبنحطها في البت الثالثة هون 1، بنحكي هون البت الرابعة 0 بنحطها بالبت الرابعة هون 0، البت الخامسة 0 برضو بنحطها 0، البت السادسة 1 بنحطها 1 في البت السادسة، والسابعة 1 بنحطها في البت السابعة 1، والبت الخامسة الثامنة 0 بنحطها 0. هلا شوف عنا بكل مرة بتكون عنا رقم، هون 0 0 لكن هون هادي بتمثل عنا رقم 4، هاي شو بتمثل 0، هاي 0 لكن هاي شو بتمثل، هذا الرقم بمثل الرقم 32 بالديسيمال، هذا الرقم بمثل 64 بالديسيمال، وزي هيك. هلا لما تكمل كل الصورة رح تلاقي مين الأكثر فيهم ديتيلز وفيها انفورميشنز فيها فاريشنز بالديتيلز، اللي هم مين؟ هدول الأربعة الهاير أوردر بت اللي هم الثامنة والسابعة والسادسة والخامسة. هذا الماتلاب كود اللي حكينا عنه بيستخدم تو فانكشنز البت جيت وبت سيت. فهنا اخذ صور قرأ صورة الكاميرامان وعمل نسخة من هاي الصورة بس خلاها كلها زيرو. طبعا هذا بس بوجد لي الايمج بلين السادس بس هذا الكود، فعشان هيك عمل نسخة واحدة من الايمج. يعني اذا بدك تعمل 8 بلين لازم تعمل 8 كوبز من الايمج. بعدين اخذ السايز تبع الصوره وماشي مع عليهم فور لوب. هلا بدي امشي بكسل بكسل، وكل وحده من هاي البكسلز بدي اخذ منها البت السادسه وبخزن، لما ياخذها البت السادسه من اكس الاي الجي بخزنها في بي. هلا برجع على القيمه اللي اخذها من بي بدي يحطها وين، بدي اعمل بت سيت في الصوره الجديده اللي هي واي، فبحكي له بس وين، حط لي اياها في البت السادسه كمان. وهيك بصير عنا عدلنا لكل البكسلز، بكون مشينا بالفور لوب لكل البكسلز، ناخد من الصورة الأصلية ومنحط في الصورة الجديدة. بس هذا حكي لمين؟ بس للبت السادسة، بياخد من كل بكسل البت السادسة وبيحطها في الصورة الجديدة بالبت السادسة برضو. وهيك بعرض الصورتين اللي هم البت بلين السادس والأوريجينال إيمج. هذا بالنسبة للجري ليفل سلايسنج ولا بت بلين سلايسنج. في عنا كمان موضوع بدنا نحكي عنه بسيط اللي هو enhancement using arithmetic and logical operations. فنيجي بالأول شو عنا arithmetic operations اللي هو ممكن subtraction, addition, multiplication, division، أو logical operations ال and ال or not. شوف عنا بالبداية شو كيف مثلا ممكن نعمل subtraction. subtraction انت مثلا لما تطرح صورتين مع بعض مثلا شو عمالك بتشوف؟ بتشوف الدفرنس بيناتهم،
بتشوف الديفرنس. فانا ليش بدي اشوف الديفرنس؟ اذا كانت صوره بيزي باشياء كثير وانت مش قادر تحدد وين الفاريشنز اللي موجوده بالايمجز، فانت ممكن تعمل ديفرنس، واي شيء نون زيرو بكون معناته هو الديفرنس. كمان وين بستفيد منها هذا الشيء؟ انك تعرف انك الفاريشن بين الصور في بالموشن تراكنج، لما بدك تتبع حركه حدا تشوف وين بتحرك وين بيروح، فانت بتضلك طبعا شيء عماله بتحرك، خاصه الباك جراوند اذا ستاتيك فانت عمالك بتتبعه، فبكون الديفرنس بتوين السبسيكوينت ايمجز اللي عمالها بتتاخذ من قبل مثلا الفيديو لهذا الشخص اللي بتحرك. فنفس الشيء بالمونيتورنج سيستم، اذا انت مثلا باستخدام الكاميراز المراقبة تطلع انت من مكان بتضلك مراقبة، ممكن يوصلك مسج، بصير كل ما يصير حركة قدام الكاميرا بوصلك alert. طب كيف بده يوصل هذا الالرت؟ بناء على الديفرنس. هلا شو بيعمل؟ هلا هو الفيديو الكاميرا او الفيديو المونيتورينج هاد بيكون عبارة عن subsequent of images، هاي subsequent of images اللي بتكون تتاخذ من قبل الفيديو، هو عماله بيعمل ديفرنس كل صورة، كل فريم مع فريم اللي قبله بيعمل ديفرنس. هلا اول ما يلاقي في عنا ديفرنس نون زيرو ببعت alert للشخص انه في حدا تحرك من قدام الكاميرا. ليش؟ لانه في شيء موفينج هلا صار قدام الكاميرا. فهذا مثلا اللي هو subtraction، هاي example عليه بس بدي اورجيكم اياه. subtraction used of two images is often used to detect motion. consider the case where nothing has changed in the scene، اللي هو يعني static background عنا. the image resulting from subtraction of two sequential images is filled with zero، يعني black. if something إذا ما في حدا تحرك، أما إذا في إشي تحرك if something has moved in the scene subtraction produces a non-zero result at the location of movement. زي هون example، هون عنا static background لكن هذا الشخص تحرك، فهنا الdifference راح تكون اللي هي area اللي area اللي هي non-zero، هاي بدها تكون الdifference. طبعا هاي الصورة إنها هي scaled image، هي مفروض تكون نون زيرو يعني هي ابيض والباقي اسود، لا هي سكيلد ايمج عشان هيك طلعت بهاي الالوان. لكن لاحظ في هون ديفرنسز، لا بس وين الديفرنس؟ عند الاوبجكت اللي تحرك في الصوره. نرجع عنا كمان مثلا في عندي المالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن يستخدم فور ماسكينج اوبريشن. شو يعني فور ماسكينج؟ هلا فور ماسكينج اذا انا مثلا بدي اخفي شيء بالصوره، فانت اي شيء بدك تخفيه بالصوره بتضربه بايش؟ بتضربه في صفر. اذا ضربت شيء بزيرو راح يروح بصير زيرو، اي شيء اي رقم راح ينضرب بزيرو بصير زيرو. اي شيء بدي اخليه زي ما هو بضربه في ايش؟ في واحد. فمعناته الماسك ايمج راح تكون هي عباره عن صوره بنفس السايز او الدايمنشن للصوره اللي بنعملها ماسك، بحيث تكون filled with zeros and ones. هذا الماسك طبعا لازم يكون عشان نعمل element wise multiplication element by element لازم تكون نفس السايز للصوره اللي بنعملها ماسكينج. فهنا راح تكون filled with zero and one, zeros and ones. اللي بدي أضربه في zero معناته أنا بدي أخفيه من الصورة، اللي بدي أضربه في one راح يكون زي ما هو بضل زي ما هو. فهاي بالنسبة للmultiplication. هلا في عنا and or كمان يستخدموا for masking. كيف؟ طيب الand أي إشي بتعمل له anding مع one راح يضله زي ما هو، أي إشي بتعمل له anding مع zero راح يختفي بصير zero. معناته هون أنا الصورة كمان راح تكون filled with zeros and ones حتى أنه أقدر أعملها anding واخفي اشياء واظهر اشياء، والاور العكس. هلا راح نشوف اكزامبل على الاند ماسكينج اند اور. هاي عندي صوره بدي اخفي منها جزء اللي هو هذا، بدي اظهر منها هذا الجزء واخفي الباقي. هلا هنا هذا الماسك للاند، بكل اي منطقه بنعملها اند مع زيرو راح تطلع زيرو، اي شيء بعملها اندينج مع 1 راح تضلها زي ما هي. واي شيء او اذا خليني بدي اورجيكم هذا الاكزامبل، هي هون كيف يعني؟ هي عندي 1 بكسل من الايمج، لو اخذت 1 بكسل من الايمج عملت لها اند مع 1، فانا بهاي الحاله لما نعملها اندنج مع 1 شوف 1 اند 1 1 0 اند 1 0 1 اند 1 1، فبالنهايه شو طلع عندي؟ طلع عندي سيم اكزاكت بكسل اللي هو بالاوريجينال. فمعناته اندنج مع 1 بيعطيني نفس البكسل بالضبط، بيعطيني اكزاكتلي نفس البكسلز، بينما اندنج مع 0 رح يعطيني ايش؟ زيروز. هي اندنج مع زيروز رح يعطيني زيروز. فعشان هيك الماسك هنا اي شيء بدي اخليه بالصوره زي ما هو بعمل له اندنج مع 1، اي شيء بدي احذفه من الصوره بعمل له اندنج مع 0. هاي الريزلت بعد الاندنج ماسك. اما الاور، الاور بحكي لي اذا انت بيكسل بدك تخليها زي ما هي بتعملها اورنج مع 0. ليش؟ لانه 1 اور 0 رح يكون 1، بينما 0 اور 0 رح يكون 0. فانا معناته بكمل هيك اورنج بيطلع عندي بالنهايه اورنج مع 0 نفس البكسل بالضبط.
معناته هون العكس، اورنج مع زيرو هون بيعطيني نفس البكسل، لكن اذا اورنج مع 1 هون ما بتفرق شو قيمتها في البكسل الاصليه، ما انت كلهم وانز هدول اكيد رح يطلع كلهم وانز، فمعناته الماسك تبع الاور مختلف عن الماسك تبع الاند. لاحظ انه اي منطقه بدي اخفيها بصوره بعملها 1، اي منطقه بدي اظهرها وامررها بعملها اورنج مع زيرو. فهاد هو الريزلت تبعت الاور. عدد سبتراكشن حكينا عنه. هيك بكون انتهينا من محاضرتنا لليوم، وشكرا على المشاهدة.